آخری ہمارے خاری جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں تقدس باب سجادہ نشین قبلہ کی دعوت پر، خطیب مکہ مسجد، فارغ التحصیل جامعہ نظامیہ، ڈاکٹر مولانا حافظ و قاری محمد رضوان قریشی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ خیرت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مولانا حافظ و قاری رضوان قریشی صاحب، خطیب مکہ مسجد۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم.